اول فكره لعيد الميلاد، عارفين طبعا البسكوت دوت اللي بنجيبه بتاع الايس كريم بالمنظر ده، بصوا اهو خلاص انا عملته لكم قبل كده بس انتوا ما شفتونيش وانا عاملاه. انا بخبز جواه كيك، خلاص انا بخبز جواه الكيك تمام. اي كيك انا قلت لك عليه قبل كده نخبزه في الكوبايات ديت البسكوت، خلاص نحطه في الصينيه بتاعه الكب كيك ونوقفه كده. واي مقادير كيك بقى انا قلتها لك قبل كده حطيها جوه واخبزيها، البسكوتة مش هتتحرق خلاص. فانا قلت برضو في فكره ان انا هجيب البسكوت دوت وهجيب كيك، يعني لو انت خايفه ومقلقه هنجيب كيك، اي كيك بتحبيه، فانيليا، شوكولاته، برتقان، بالطريقه ديت خلاص. وجايبه البسكوت وجايبه معايا كريمه وجايبه بقى سبرينكلز، جايبه شويه بونبوني من الحاجات اللي الاطفال بيحبوها، الحاجات دي بقى بتبقى حلوه في عيد الميلاد. هنروح حاطين كده الكيك، نحط كده الطريقه دي، نحط هنا كمان، هنملاهم بقى كل واحده من دول بالكيك كده بالشكل ده كده. يعني حاولي تعملي لما تيجي تعملي الكيك بتاعه تعمليه اللي هو الميني، مش عايزه تعملي الكيك لوحده، يبقى حطي خليط الكيك جوه كده بالشكل ده كده، وايه واخبزيه جوه الفرن. يبقى هنحط الكيك كده كده اهوت. دي فكره لاعياد الميلاد تعجب الاولاد جدا، ان يعني فيها حاجات بقى، يعني هياكلوا بسكوته وهياكلوا كيك وهياكلوا كريمة وعليها بقى الحركات بتاعتهم. هنجيب بقى كريمة كده، هنجيب كريم شانتي، نقطع كده الكيس، كده نقطع شوية كمان، ده هو. ونبتدي بقى نحط كده في كل كوباية حبة كريمة بالمنظر ده كده بالطريقة دي كده. ممكن برضو فكرة تانية تحطي جواها الايس كريم، يعني تجيبيها وانتي مثلا تشتري الايس كريم في العلب اللي في السوبر ماركت، تحطي الكيك وتروحي حاطه الايس كريم بدل الكريم، هتعجبهم برضو. يعني انت برضو عاملاها لهم في البيت، او ممكن تعملي الايس كريم، ممكن نعمله برضو في حلقه بعد كده ازاي نعمل ايس كريم لما يخش علينا الصيف بقى كده نعمل ايس كريم. ممكن نلون الكريمه بالالوان اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، الجل، نلون الحاجات دي خلاص. برضو الالوان دي بتبهر الاولاد. كل دي افكار لاعياد الميلاد كده بالطريقه دي كده كده اهو. نجيب المنديل بس امسح ايدي. كده اهو حط الكريمه ممكن نحط برضو واحده كيك تانيه كده بالشكل ده. نعمل حاجه في البيت نعملها بقى كده ونحط اللي احنا عايزينه، نخدمها بقى كويس الطريقه دي كده كده كده. نروح حاطين برضو حتة كريمة تانية كده هوت. انا بديكي بس فكرة وانتي ايه تبدعي بقى فيها، تلوني الالوان اللي انتي عايزاها، تحطي اللي انتي عايزاه جواها كده بالشكل ده كده حط هنا كده حط هنا كده بالطريقة دي. نحط بقى شوية حاجات من اللي عندنا،
ممكن نحط من البونبوني دوت، نحط شوية كده هنا. الحاجات دي بقى الأولاد بيحبوها جدا في عيد الميلاد. نشكل بقى كده، ممكن برضو نحط من تحت بحيث ان ايه نكسر اللون ده، لو احنا طالما احنا عاملين الكريمة بيضة نكسر اللون ده بالشكل ده كده. لا لكن لو هي ملونة غيري بقى كده بالشكل ده. نحط ايه، دي شوكولاتة على شكل احجار كده بالمنظر ده، برضو نحط نلون بقى كده اهو. الحاجات دي الاطفال بيحبوها جدا، بنبسطوا بيها قوي كده كده. نحط ايه، نحط نجوم، حبة نجوم السبرينكلز ده بيبقى سكر. وممكن تعمليه بالفندام، ان انت الفندام اللي عندك اللي بيبتدي ينشف شوية تروحي فرداه، تحطيه مثلا في الميكرويف تطريه شوية وتروحي فرداه وتقطعيه نجوم صغيرة صغيرة بالمنظر ده كده. نحط كده، دي فكرة حلوة لأعياد الميلاد كده اهو بالشكل ده. نحط ايه تاني، ممكن نرش شوية سكر. وانا قلت قبل كده السكر ده نعمله ازاي، اجيبها بس كده عشان ارش السكر من تحت. وانا قلت السكر ده نعمله قبل كده ازاي، نجيب السكر بتاعنا العادي خلاص، ونروح بعد كده جايبين الالوان الجل خلاص تمام، ونروح جايبين كيس وحاطين فيه السكر وحاطين فيه اللون، ونرج الكيس كده خلاص وندعك اللون، بس مش ما تحطيش ايدك، تدعكي اللون بالكيس كده اهوت بحيث ان اللون يدخل في السكر كويس، وبعد كده تسيبيه بقى ينشف السكر هيشرب اللون كويس، بس هيبقى هيطلع لك الوان بالطريقه دي. نحط بقى الحاجات اللي هما بيحبوها دي زي البونبوني ده كده، نفتح ايدي. كده انا عايزه بس ايه اطلع الوان كده، نلون بقى شويه بالشكل ده. نحط ايه تاني، ممكن نحط من السكر ده، ده كبير شويه بس هاخده بايديا كده عشان دي الحبايه بتاعت السكر عامله زي الملح الخشن كده. نحط كده، نجيبها بس كده نحط كده بالمنظر ده كده كده اهو. نرجع بس السكر ده تاني، نحط ايه تاني، نحط مثلا ايه، نحط الاخضر كده الطريقة دي، نرش كده كده. نجيب برضو بونبونية نحطها، نكسر ايه اللون بالطريقة دي، نحط في دي ايه، نحط الاحمر ده، السكر الاحمر ده كده بالشكل ده، ونكسر برضو اللون ده بحاجة كده. بس عملنا بقى فكرة لعيد الميلاد بطريقة ظريفة وبدعي انت فيها، كريمة ملونة، اي بونبوني، ممكن فاكهة، يعني نحط طبقات كيك وما بينهم فاكهة والكريمة بالطريقة دي في كوباية البسكوت ده بس. ممكن نرش شوية كده نغير في الطبق، ممكن نعمل لهم صوص حوالين الطبق كده، اي صوص حوالين الطبق يعني نشكل في الطبق يعني بالطريقة دي بس كده. يبقى احنا عملنا حاجة سهلة وسريعة وفي البيت ومش هتكلفنا اي حاجة، في اي مناسبة، في عيد ميلاد، فجاي لنا ضيوفنا برضو نقدم لهم الحاجات دي، بتبقى ظريفة جداً.